تاريخ 25/6/2016 طبعا كانت رمضان، يعني 30 رمضان كنا نايمين، يعني طبعا بعد السحور وصلاة الفجر، وحتى بعد الصلاة حكيت مع محمد، يعني أنا أطمن عليه تعرفي، يعني لأنه كان بعيد عنا مش في نفس البلد ومش معنا في البيت، حبينا نطمن عليه وحكيت معه وقال لي يابا أنا هني كنت أصلي والحمد لله وبجهز في طبق حلو للعيد إنا، يعني لأنه كان في محل حلو يشتغل، وطمنت خلص ونمت. وبتفاجأ الساعة تقريبا 7:30-8 صباحا يوم الخميس إنه معظم أقاربي وإخوتي وجيران كلهم عند راسي واقفين، يعني كانت صدمة كبيرة، يعني بدون ما أعرف شو السبب، بقولوا لي في شهيد من البلد اسمه محمد طرايرة، وحتى في عائلتنا في أكثر من محمد طرايرة يعني، وصار التباس في الموضوع تقريبا ساعة ساعتين يعني لما حددنا إنه محمد ابن الشهيد. طبعا في هذه اللحظات الجيش اقتحم البيت وأخذوني على موقع مستشهد محمد أتعرف على جثمانه. والله استشهاد كان تقريبا يعني يمكن ساعة، إحنا لما صحينا من النوم صحينا على يعني كان خبر استشهاده كان ساعة 8 الصبح، يعني كان قبلها هو يعني من كان في رمضان، في 25 رمضان يوم خميس 30/6/2016، يعني كان من شغله طالع، وبعدين يعني احنا تلقينا خبر استشهاده يعني الصبح بدري، يعني هو بعد يعني بعد صلاة الفجر، يعني كاين بمحل الحلو لسه موجود وعلى اساس انه راح نام، يعني بعدها على 6 تقريبا او يعني مع شروق الشمس هو طلع من المحل، فحكي لهم انا بدي اروح ادور محل حلو في دوره يعني، بس هو كانت وجهته لا روح لقريات 4 يعني اكيد، يعني يمكن اصعب وقت لانه خلص كانت تكرة استشهاده برمضان، في يعني اكثر فقد بيكون في رمضان يعني ما بيغيبش، يعني ما بيغيبش عن البال، خصوصا انه يعني ما استلمناه كمان ما ودعناه. اقتحموا البيت طبعا بعد ما أطلقوا سراحي من مستوطنة قريات 4 ورجعت للبيت، رجعوا في نفس اللحظة تقريبا، قاموا بتكسير ما يمكن تكسيره في البيت، الاعتداء على أبنائي وعلى زوجتي، وهددونا طبعا، حتى كان الضابط في هذيك اللحظة بقول لي صوت الأذان هذا مش راح أخليك تسمعه، كان المسجد يأذن، قلت له إذا بيطلع بإيدك تمنع الأذان امنعه، وبقول لي ابنك مش شهيد، ابنك غلط يعني، قلت له لا ابني شهيد، وكررها يمكن 5-6 مرات لما شافني مصمم على كلامي قام بالاعتداء علي وضربي بالسلاح اللي كان حامله، وبعدين انسحبوا من عندنا من البيت وردوا، صاروا يجوا كل ليلة تقريبا، واعتقلوا أبناء الاثنين وبنتي بعد أسبوع تقريبا من استشهاد محمد. بعد استشهاد محمد طبعا أبلغنا عن طريق محامية من القدس أنه سيتم هدم البيت، تبليغ من الجيش يعني الجيش الإسرائيلي، سيتم هدم البيت الذي خرج منه محمد الله يرحمه، وكان هناك في محكمة يعني تبث في وأجوا أخذوا قياسات البيت في نفس الفترة اللي استشهد فيها محمد، طبعا إحنا ما كنا شايفين لا بيت ولا إشي بعد محمد يعني، ولا هزوا فينا شعرة يعني بعد استشهاد محمد الله يرحمه. ففعلا أخذ قياسات البيت وكان في محكمة، وحكمت المحكمة هاي محكمة الظلم الإسرائيلية إنه بدهم يهدموا البيت، وما كانش القرار يعني مؤثر فينا كثير طبعا، وإجوا هدموا البيت في شهر 8/2016 يعني بعد فترة وجيزة من استشهاد محمد،
تم هدم البيت وخرجنا من البيت واستأجرنا بيت يعني بالإيجار، والحمد لله بنينا بيت. بعد استشهاد محمد الله يرحمه، طبعا رمضان اللي كان قبل غير عن رمضان اللي احنا عايشينه اليوم، بنشعر بالفقد، بنحن له لقعداته أكلاته حكيه. محمد كان حبوب في العيلة وفي كل اللي حواليه، كان محبوب جدا يعني، وكان له أخت صغيرة اسمها ميسم، كان متعلق فيها بشكل مش طبيعي يعني، وهي كانت متعلقة فيه. حتى محمد في وصيته لما استشهد الله يرحمه، يعني أهم إشي في وصيته ديروا بالكوا على ميسم وأوعوا تزعلوا ميسم. هو يعني كان أصلاً هاي أول سنة يعني بيشتغل فيها، يعني كان دايماً معنا في البيت يعني، لأنه كان صغير. محمد أصلاً ما كمل 17 عام يعني لما استشهد، لسه ما كمل، وكان هاي أول سنة ترك المدرسة وراح يشتغل في محل الحلو. يعني هاي كان أول رمضان بغيب عنا فيه، يعني كان دايماً يفطر معنا. خلص بعده يعني هو اللي منعه، يعني إجا عنا مرتين أفطر بس في رمضان، أجا بعد أول أسبوع، ولما صار أسبوعين لرمضان، ولما صار 3 أسابيع. الأسبوع الرابع اللي هو يعني دخلنا فيه كان مستشهد الله يرحمه. بصراحة يعني بالنسبة لمحمد، كان يعني قبل ما يستشهد بسنة سنتين يعني شغال في محلات، في محل حلو، فكانت لقاءاتي فيه قليلة جدا. أنا بطبيعة شغلي طبعا في رمضان بتكون يعني في الليل، يعني كناش يعني نلتقي، يعني مش كثير كنا نلتقي مع بعض. هو الشهر رمضان اللي استشهد فيه يعني شفته مرتين أو ثلاث يعني بس خلال طول الشهر، لأنه كان يشتغل في بلد ثاني دير سامي الدورة، وكان يجي مستعجل يعني، كان يجي نص ساعة قبل الإفطار يفطر وبعد الإفطار يطلع على شغله، ما كناش نشوفه كثير. بس كان يعني بصراحة عامل جو في البيت يعني، خلص الكل بيعرف إنه محمد في يعني ضحك، في مزح، في حركات، في وكان محب لكل الناس يعني، ما كانش يعني يعرف إيش اسمه بغض أو كره، كان يحب يساعد الناس برضه يعني. حتى هاي اللحظات يعني بعد 7 سنين بمر بناس معارف محمد بيقولوا لي محمد كان كذا، محمد أجا علينا، محمد جاب كذا، لحتى هاي اللحظة. محمد الله يرحمه كان مرح جدا يعني، اجتماعي، كان محب لكل اللي حواليه، كان يشعر في الناس. لما كان اول هيشتغل بمحل حلو في البلد، لما يجيب على الدار في يعني عندنا عائلات متعففه، كان يحكي لي ما ابعثي لدار فلان، ابعثي لهم من الحلو اللي جبته. يعني كان يحب الخير للناس ودائما يمزح يضحك. كان يحب أخته هاي، كانت 4 سنين فترتها،
ينيمها غير عنده، يعني لما يكون موجود لازم تنام عنده. كان يحب العزايم، يعني هلا هو استشهد يوم خميس، كان يوم ثلاثة كنا احنا معزومين عند دار اخوي، وهو كان بده ابن اخوي يطلع معاه على الشغل، وكان يشتغل معاه وكان مروح اساس عنده معزومي، فلما عرف ان في عزومي لحاله اجى، يعني جاب شوفير السيارة من دير سامت واجى افطروا عند دار اخوي. ف يعني انا تفاجأت لما رحنا، ما كانش حاكي مع انه بده يروح، اتفاجأت انه جاي عند دار اخوي، كان بيبعثه في الاكل على الصالون، وكان لقبه ابو خالد، فبيحطه طبعا للناس وبينقصوا بشيء ثاني، ودوا على الصالون لابو خالد لابو خالد. بحكي لهم انا مين ابو خالد؟ ابن اخوي كان صغير. بحكي لي ابنك يا عمتي. قلت هو ابني هان. وبعد ما فطرنا تقريبا يعني يمكن بنص ساعه لما شفته، يعني اجى على المطبخ، وكنت بدي يعني ابن اخوي ينزل الشاي للناس، أجا هو أخذ الشاي يعني ونزله للناس. بعدين طلب مفتاح الدار، حكي ما بدي أروح على الدار، بدي أطول لي أواعي. كان ماخذ بلايز معاه، يعني كان هذا يوم ثلاثة، كان ماخذ بلايز من الخزانة، واحدة لابسها لما استشهد، واحدة لسه مش لابسها، يعني صفط بشنتته. يعني هاي آخر يعني شوفتنا إله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هم أحياء ويرزقون. فهاي يعني طبعا طمأنينة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولكن شريعتنا وديننا الإسلامي يفرض علينا أنه ما دام في ميت يجب دفنه وإكرامه، ما بالك في الشهيد، يجب أن يزف وليس كأي جنازة ثانية، يجب أن يزف زفا، لأنه عريس في الجنة إن شاء الله.